أمراض الثدي معظمها حميدة تقريباً 85% أو أكتر، نسبة بسيطة منها هي بنسميه سرطان الثدي أو بيسموه المرض الخبيث. إحنا النهاردة جايين عشان نرفع درجة وعي المرأة المصرية، ومش عايزينها تخاف، لأن المرض ده لو اكتشف بدري نقدر نعالجه ونقدر تبقى نسبة الشفاء نسبة كبيرة. هو عادة بيحصل بعد سن 50، أكتر الحالات إصابة بيبقى سنهم كبير بعد سن 50. هي دكتورة واحدة اللي قالت لي كلمة في أول ما عملت العملية اللي أنا بسميها العملية الكبيرة، لما شلت الثدي قالت لي أنت خلاص صفيتي، عايزة تخفي في أسبوع هتخفي، عايزة تخفي في شهر هتخفي، عايزة ما تخفيش خالص مش هتخفي، أنت اللي هتاخدي القرار. أنا أخدت القرار واستعنت برب العالمين وقررت أن أنا أخف. رسالة بنوجهها للجميع أنه ده مرض أهم حاجة فيه الاكتشاف المبكر، والاكتشاف المبكر ده بيؤدي إلى نسبة شفاء بإذن الله تقارب 98%.